السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مساء الجمعة. نقدم اليوم لكم طريقة جديدة وجميلة، ألا وهي الترئيد الهوائي لنبات البنجميلة. قدامكم نوع من أنواع البنجميلة، هذا من فصيلة أنواع الفيكس. النوع اللي قدام حضراتكم بنجميلة خضراء. طريقة الترئيد الهوائي أو التقاصر بالترئيد الهوائي لنبات البنجميلة، معانا الأدوات المستخدمة قطر. قدام حضراتكم معايا قطر، بجيب القطر بنظف مكان الجرح. الكاميرا هتقرب لنا شوية على الجرح. قدام حضراتكم هاد القطر، بعمل دايرة زي ما حضراتكم شايفين. وبشيل القشرة كده زي ما حضراتكم شايفين. قد تجريحة، هنقرب أكتر بالكاميرا، هنوريكم العملية مرة أخرى. أدي فرع قدام حضراتكم، بعمل دايرة كاملة، الناحية التانية دايرة كاملة. طول التجريحة لا تقل عن 1.5 سم قدام حضراتكم. أدي التجريحة. بعد كده بيبقى معانا الأدوات التانية، بلاستيك وتين صناعي. وسلك للرباط قدام حضراتكم. هنقرب بالكاميرا، ادي البيت، بقع الجرح، بعمل كده زي ما حضراتكم شايفين، وبغطي الجرح خالص. ومعايا السلك رباط اهو. ادي قدام حضراتكم الترئيد الهوائي. ادي العود تاني قدام حضراتكم كده يا حضرات اهو، وادي السلك واربط. ادي قدام حضراتكم مدة التقدير تتراوح ما بين من 10 أيام لخمستاشر يوم لهذا النبات. طريقة التريد الهوائي في فصل الصيف ابتداء من شهر 7 الى منتصف 9. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من قناة مسعى الجمعة. وان شاء الله لما يقدر هنوريكم ازاي كيفية قص هذا النبات والاهتمام به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.